مبروك مرة أخرى لتونس، هذه عينة من أفراح تونس، أكيد في أفراح في أماكن أخرى، في كان التراب الجمهورية التونسية الأفراح كبيرة بهذا الانتصار، لأنه الكل يعرف وأنه تونس ما زلت خطوة لكأس العالم روسيا 2018. مبروك طارق، مبروك حاتم، مبروك نبيل معلول، مبروك الطاقم الفني، مبروك للاعبين على هذا الأداء وعلى هذه الروح، نبارك لهم على كل شيء بصراحة. هذا هو الترتيب، ما فيه حتى خوف، يعني تونس 13 نقطة، الكونغو 10 نقاط، 3 نقاط، تونس في حاجة إلى نقطة واحدة. ومنا والسلام عليكم، وننهي الموضوع موضوع كأس العالم، ونعود إلى كأس العالم والرأس مرفوع والحمد لله.